دييغو؟ أنت المرأة الوحيدة في هذا العالم التي أكشف لها سري. لم أكن لأكشف سرك أبدا أبدا. طوال حياتي لم أحب أحدا كما أحبك أنت. دييغو هو حلم كل فتيات المدينة، يجب أن أظفر به قبل أن تختطفه أخرى ويضيع مني للأبد. إزميرالدا، القائد مونتيرو ينتظرك ويريد التحدث معك. تبدين متلهفة أكثر مني على زواجي بها. صدقني الوقت ليس في صالحنا، ففي أي لحظة يمكن أن تتركك. هل جئتني بالموافقة على طلب منك؟ بل جئتك بخبر رائع لن تتخيلي. هل أطلقت سراح الفتى البستاني؟ لا. على ما تضحك؟ أضحك لأنني أتخيل رد فعلك على ما أنوي عمله. ما أطلبه هو أن تأتي معي إلى الميدان غدا لكي تري بنفسك ما سيحدث. لا أدري ما الذي يحدث لي. أنت اهتممت بزواج إزميرالدا، وافقت على خطبتها من القائد مونتيرو، ورتبت من أجلها أروع زفاف. نعم فعلت. ما المشكلة؟ أنا أريدك وعلى الفور ترتب لزواجي من دييغو. ماذا يحدث هنا يا ريكاردو؟ ولماذا يتجمع الغجر في الميدان؟ خدعتني، لقد خدعتني يا سيادة القائد. ستنفذ حكم الإعدام في رينزو. لن يعدم الغجري الذي تهتمين به، هذه خدعة لإيقاع قاتل مفتش نائب الملك الحقيقي، هل فهمت؟ انظري انظري إلى أعلى، هل ترين هؤلاء الرجال؟ انزل، افتحوا الطريق، ابتعدوا ابتعدوا، تحركوا هيا. ان كنت تريد القبض على المدعو زورو، فهل جئت بي اذن لكي ارى مهاراتك، ام لاكون شاهدة على مقتل ذلك المجرم؟ فلتهدئي يا إزميرالدا، لا يمكن ان نسميه قتلا لان ذلك الزورو ليس بريئا، ولكنه مجرم وقاتل. اي ان ما سيحدث الان مجرد تخلص من مجرم يمثل. ولكني لا أوافق على ما تفعله يا سيدي، هذه التمثيلية قد تؤذي العديد من الأبرياء. انظر إلى رينزو وأمه، تتركهما يتعذبان دون داعي، وكل هذا لتظهر أمام الناس كالبطل. إزميرالدا، أنا لا أعرف كيف يمكن أن أرضيك، اطمئني وكفي عن هذا القلق. عندما نقبض على زورو سنطلق سراح البستاني. شكرا جزيلا، هذا كرم منك، لكن لا تنتظر مني أن أبقى هنا لأشاهد شيئا بهذه القذارة، سأنصرف. لحظة واحدة، أرجوك لا تذهبي، الميدان في الوقت الحالي منطقة خطيرة جدا، فالناس ثائرون، وسأحزن بشدة إن أصابك مكروه. اسمعيني جيدا، أنا لن أسمح لك بالانصراف إلا بعد أن نمسك بزور. أعرف ما تفكر فيه يا برناردو، قلت إن زورو لن يعود، ولكن حدث شيئان لم يكون في حسباني. أولهما هو أنني لم أعي كم أحب إزميرالدا، وهذا خطأ لن يتكرر. إنها مستعدة لأي شيء من أجلي، وهذا شيء نادرا ما يصادفه المرء. والأمر الثاني هو أن القائد مونتيرو يعتزم إعدام بريء في الميدان العام. يجب أن أفعل شيئا.